انضم الينا الاستاذ غزوان المصري الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول. سيد المصري مساء الخير. هذا المشهد الديمقراطي الذي تابعناه على مدى الساعات والايام الاخيره مشهد الحقيقه اعترفت به حتى بعض الوسائل الغربيه التي كانت تشن حمله على تركيا وعلى اردوغان شخصيا، عادت وامتدحت نسبه الاقبال واشادت بها. ماذا يمكن ان يقال في هذا العرس الانتخابي كما وصفه البعض؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة ما حدث يوم أمس هو عرس انتخابي ديمقراطي، والمتابعين ليس فقط في تركيا وإنما في جميع أنحاء العالم يتابعوا نتائج هذه الانتخابات. استطاعت هذه الانتخابات أن تحقق أرقام قياسية ليس على مستوى تركيا فقط بل على مستوى العالم. لأول مرة تكون مشاركة حوالي 90%، يعني 90% من المواطنين 8.88 توجه إلى صناديق الاقتراح وأدلى بصوته في هذا العرس الديمقراطي. النقطة الثانية، رغم وجود آفة كارثة مرت في تركيا ب 11 ولاية من الولايات التركية، ومع ذلك استطاع المواطنين في تلك المنطقة أن يدلبوا أصواتهم وأن يشاركوا في هذا العرس الانتخابي. النقطة الأهم أنا برأيي أن المتابعة المحلية والدولية لهذه الانتخابات استمرت لقرابة 4 أشهر أو 5 أشهر وهم يتابعون نتائج هذه الانتخابات ويحاولوا توجيه الناخب. يعني هناك بعض التدخلات من بعض المجلات الدولية العريقة، ما كنا نتوقع أن يتدخلوا بانتخابات خاصة بالشعب التركي وخاصة بالديمقراطية في تركيا. واستطاعت تركيا والمواطن التركي والشعب التركي أن يثبت للعالم أن الديمقراطية متقدمة هنا في تركيا، وأنه يستطيع أن يشارك في الانتخابات واختيار من سيحكمه لمدة 5 سنوات. نحن الآن منذ يوم أمس ونحن نتابع نتائج هذه الانتخابات. هذه الانتخابات هي ليست انتخابات رئاسية فقط وإن كانت هي التي غطت على المشهد، وإنما هناك انتخابات برلمانية. البرلمان 600 عضو في البرلمان يتجدد بشكل كامل، واستطاعت خلال اليوم الماضي فرز الأصوات وتوزعت الأصوات على الأحزاب، وأصبح هناك تشكيلة جديدة تمثل جميع أطياف المجتمع التركي داخل البرلمان، وهذا تطور كبير في تركيا. النظام الذي وضع من سنوات والذي أقر في البرلمان بأن تكون الانتخابات الرئاسية يجب أن يحصل الرئيس من الجولة الأولى على 50% زائد 1، هذه أيضا تعتبر من أصعب الأمور الديمقراطية. لا يمكن لأي دولة أن تختار هذه النسبة لأن هذه النسبة عالية جدا، لكن اختارت تركيا أن تختار هذا النظام، وهذه أول انتخابات تتم في تركيا يتم فيها انتخاب الرئيس 50 زائد 1، عفوا ثاني انتخاب، هذه الفترة الثانية للرئيس، واستطاع أن يحصل على نسبة ممتازة رائعة، يعني وصل إلى 50% إلى نصف علامة فقط، إلى نصف نقطة فقط، وإن دلت على شيء تدل أن من يتهم تركيا بالديكتاتورية ويتهم تركيا بأنها لا تمارس الديمقراطية، هذا أكبر جواب يقدمه المواطن التركي وتقدمه تركيا للعالم، أن الديمقراطية في تركيا متقدمة عن كثير من دول العالم، والشعب التركي يستطيع من خلال النموذج الفريد الذي أبداه يستطيع أن ينتخب رئيس لهذه الدولة، وأيضا يستطيع أن ينتخب أعضاء البرلمان. النقطة الهامة أنا برأيي أن يكون حزب موجود على السلطة لمدة 21 سنة ويستطيع أن يحقق هذه النتيجة ويدخل 15 انتخاب إلى الآن ويحقق فوز في كل الانتخابات، أنا ما أظن أنه على المستوى الأوروبي أو مستوى العالم غير الأنظمة الدكتاتورية لا يوجد نظام ديمقراطي استطاع أن يحقق هذه النتيجة. إن دل على شيء يدل أن الشعب التركي مرتاح للإنجازات ولما قامت به هذه الحكومة خلال 21 سنة الماضية، استطاعت أن تحقق كثير من الإنجازات وخاصة على مستوى المشاريع الاستراتيجية. نعم. هذه المشاريع الاستراتيجية مهمة جدا، استطاعت تركيا أن تمضي بهذه المشاريع وتحقق أهداف تركيا لعام 2023، هذا العام الذي كنا سنحتفل احتفالات كبيرة جدا
بمرور 100 سنة على تأسيس الجمهورية، والآن هذه الانتخابات هي لمن ستحدد العهد الجديد لمئوية جديدة لتركيا. فلذلك جاءت هذه الانتخابات مهمة جدا، جاءت هذه الانتخابات بعد إنجازات كبيرة حققتها هذه الحكومة على مستوى الشخصي وعلى مستوى العام، استطاعت أن يعني تصل إلى مستوى متقدم جدا في الصحة والتعليم والتصنيع والتصنيع العسكري وأيضا الاتصالات والمواصلات وكثير من المشاريع أنقذتها. يبقى مشروع واحد، كان هذا المشروع يجب أن يحل أزمة تركيا وهي العجز التجاري. هذه الفاتورة التي تدفعها تركيا سنويا، فاتورة الطاقة، تركيا تستورد 92% من حاجتها من الغاز ومن البترول و 98% من حاجتها من الغاز من الخارج، ولكن استطاعت تركيا بمشاريعها الاستراتيجية وأن تكون معبر للطاقة بين الشرق والغرب وأن تنفذ مشاريع عملاقة كالغاز الأزري الذي ينقص 16 مليون متر مكعب، وأيضا الغاز الروسي السيل الجنوبي الذي ينقل 32 مليار متر مكعب سنويا. استطاعت من خلال هذه الوساطة أن تكتفي حاجتها من الغاز، لكن الأهم من ذلك هو اكتشاف الطاقة في البحر المتوسط وأيضا البحر الأسود وفي الأراضي التركية. الآن تركيا هي على وشك الخروج من عنق الزجاجة. هذا العام سيكون عام مهم وحاسم لخروج تركيا بأزماتها الاقتصادية ومن عمق الزجاجة لكي تكتفي بالطاقة وأيضا تكون قد نفذت أغلب مشاريعها الاستراتيجية. طيب سأعود إلى بعد هذا الشرح المستفيض فيما يتعلق بهذه الجولة وأيضا بعض الإنجازات في تركيا. السؤال الذي طرحه كثيرون الحقيقة اختلفت حوله التحليلات، لماذا فشل كلا الطرفان، يعني المرشحان الأبرز، وأتحدث هنا على الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان أو كيلجدار أوغلو، فشل كل منهما في الفوز من الجولة الأولى في هذه الانتخابات الرئاسية، ما السبب في ذلك؟ السبب هو عتبة الربح الرابح يجب أن يتخطى 50% زائد واحد، هذه نسبة عالية جدا لا توجد في أي دولة ديمقراطية، ولكن السيد رجب طيب أردوغان استطاع أن يقر هذا القانون، والآن هذا القانون قبل أسبوع تقريبا قال يجب أن نعيد النظر به لأن هذه النسبة عالية جدا. أيضا النقطة الجديدة في السياسة التركية هي التحالفات، هناك تحالفين الآن أساسيين، طبيعي هناك 4 تحالفات لكن هناك تحالفين أساسيين. هذه التحالفات السياسية نقلت بعض الأحزاب الغير كانت موجودة على الساحة السياسية إلى البرلمان، وهذه التحالفات لأول مرة تشكل تحالفات متضادة غير متجانسة، يعني من اليسار ومن اليمين، ويعني تحالفات حقيقة هذا التحالف مثل الطاولة السداسية زائد واحد، يعني 7 أحزاب أو 7 تجمعات استطاعت أن تشكل تجمع الأمة حتى يستطيعوا فقط ليس لهم غير 3 أهداف. الهدف الأول الذي وضعوه هو أن يغيروا النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، يعني يعيدوا تركيا إلى النظام البرلماني الذي يعني تخطته تركيا، وهذه الانتخابات أثبتت بشكل واضح أن تركيا النموذج الحديث بالنظام الرئاسي هو المناسب الآن للوضع السياسي في تركيا، والبرلمان أكبر شاهد على ذلك في هذه الانتخابات. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني وضعوا هدف لإنزال التضخم خلال سنتين إلى رقم أحادي، وهذه معضلة في يعني تاريخ تركيا الاقتصادي من زمن تركت أزال إلى الآن، وتسعى كل الحكومات لإنزال التضخم إلى الرقم الأحادي. أما الهدف الثالث الذي وضعوه هو إخراج المهاجرين من تركيا، يعني هناك 3.5 مليون مهاجر سوري، وهناك أيضا من العرب ومن الجنسيات أخرى، يعني يتجاوز 5.5 مليون مهاجر موجودين على الأراضي التركية دخلوا خلال 5 سنوات الماضية، فوضعوا هدف لإعادة اللاجئين إلى أوطانهم. هذه الثلاث نقاط التي ركز عليها تحالف الأمة، ولكن هناك كثير من النقاط أهملها، نقاط التي يهتم بها المواطن. أما التحالف الآخر وهو تحالف الجمهور بقيادة رجب طيب أردوغان وضع أهداف استراتيجية. الهدف الأول الذي وضعه هو أن ينقل تركيا بالمئوية الثانية إلى الدول المتقدمة،
بالصناعات العسكرية وبالصناعات المدنية وبالحقوق الإنسان وبالحريات، وهذا كان هو الهدف الأساسي، وهذا الذي جذب كثير من الشباب للتصويت لتحالف الجمهور. أيضا وضع الهدف الثاني هو إنزال التضخم، هذا لا شك منه، لكن أيضا ركز بشكل كبير على فرص العمل وفرص التي ستتاح للشباب وإنهاء إنجاز المشاريع التي بدأت، وهذه المشاريع يلمسها المواطن، لأنه خلال 20 سنة الماضية في جعبة هذا التحالف، في جعبة حزب العدالة والتنمية، كثير الكثير من المشاريع التي يتحدث بها في اللقاءات الجماهيرية والتي يلمسها المواطن مباشرة في الطرقات وفي التعليم وفي الصحة وفي كل شيء، في كل مناحي الحياة يجد أن هناك تغير حصل في تركيا خلال 20 سنة الماضية. هذا الذي أقلق كثير من بعض الدول مع الأسف، يعني التي بدأت تحيك المؤامرات وتريد إسقاط أردوغان. فإذا هذا التحالف الأمة كان ليس له هدف إلا هدف واحد، هو إسقاط أردوغان. أما تحالف الجمهور اللي بقيادة رجب طيب أردوغان هو يعطي أمل للشباب. أنا كمواطن تركي عندما أذهب إلى الصندوق أريد أن أصوت لمستقبلي، لمستقبل أولادي، لمستقبل الأجيال، لتركيا. لم أجد في طروحات الأحزاب إلا النادر فقط، ليس عندهم هدف إلا إخراج اللاجئين. عندما ولكن 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 سيد المصري يعذرني على المقاطعة، أيضا الطرف الآخر بغض النظر على وعود الرئيس أردوغان وتحالفه، أيضا تحالف الجمهور، هناك نسبة عالية 44% من القوة الناخبة اتجهت إلى المعارضة، وهذا دليل على أنه إما أن هناك شيء ما في مسيرة حزب العدالة والرئيس أردوغان لم ترضي هذه الشريحة، أو أن هناك وعود ربما يعني دغدغت عواطف طيف واسع من هذه القوة الناخبة. وبهذا أسأل السؤال التالي: ما هي التحديات برأيك التي تنتظر الرئيس أردوغان في حال فوزه، وهو مرجح على كل حال، كل الترجيحات الآن تشير إلى إمكانية فوزه في الجولة الثانية، ما هي التحديات؟ أكان بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والسياسية المعروفة، أو بالنظر إلى نتيجة هذه الانتخابات، لأنه من خلال هذه الانتخابات يمكن لفريق أردوغان أن يختار أو أن يصل إلى نقاط مهمة عليه أن يعالجها. لماذا صوت الأكراد ضد هذا التحالف وهناك نقاط عديدة أخرى؟ يعني أولا الخريطة السياسية في تركيا معقدة جدا، ليست سهلة أبدا. يعني أنت ذكرت أن الأكراد صوتوا ضد أردوغان، لا، هناك حزب كردي الآن هو مع أردوغان، دخل في هذا التحالف ودخل الانتخابات وصوتوا لصالح أردوغان. إذا كنت تتحدث عن PKK أو الحزب الذي يدعم الحزب الإرهابي حزب الشعوب الديمقراطية، هذا شيء آخر. حزب الشعوب الديمقراطية الآن، هذا التحالف الذي أقامه مع حزب الشعب الجمهوري هو أغضب شريحة كبيرة من الناخبين، لذلك تركوا الأصوات، لم يصوتوا أو لم يذهبوا إلى الانتخابات أو يعني قاموا بعمل أبطل هذه الورقة. هناك أكثر من 1,000,000 ورقة تم إبطالها، هذه دليل واضح أن هناك من لم يعجبهم هذا التحالف. كيف يتحالف حزب الشعب الجمهوري الذي هو الذي أسس الجمهورية وهو الذي يعني وجد الصراع مع شريحة، مع قسم من الشريحة الكردية، ولم يعترف باللغة الكردية ولا باللغة العربية ولا بأي لغة غير اللغة التركية، ولم يعترف باللباس ولم يعترف بالثقافة، كل هذه الحقوق طيب أردوغان هو الذي أتى بها إلى تركيا. يعني قبل 5 سنوات كان ممنوع التعليم بغير اللغة التركية، يعني هذا قريب جدا، قضية الحجاب وقضايا كثيرة جدا، يعني هو حقق الكثير لجميع شرائح الشعب. لكن الخريطة السياسية في تركيا معقدة للغاية. هناك عندنا الأكراد، هناك عندنا العلويين، هناك عندنا القوميين، وعلى فكرة القوميين في هذه الانتخابات كان لهم دور كبير جدا في ترجيح يعني الانتخابات، وكان لهم وزن في التحالفات، في تحالف الأمة وتحالف الجمهور. نعم. لهم كان وزن كبير، والآن إن دل على شيء يدل أنهم في المستقبل سيكون لهم كلمة كبيرة. كان الجميع يراهن أن الأكراد هم من سيرشحوا الانتخابات، هم سيرجحوا الانتخابات، ولكن في هذه الانتخابات أجمع المحللين هنا في تركيا أن القوميين هم الآن من سيكون لهم كلمة
في قضية الانتخابات، وخاصة أن سينان أيضا من الحزب القومي. فإذا إذا إذا الآن عندما تتحدث عن 40-45% أو 49% كما حصل عليها رجب طيب أردوغان، يعني أنت تعيش في أوروبا وعارف يعني نسبة 40% 49%، ما أظن في حزب يعني استطاع أن يفوز بانتخابات ويحكم البلد بهذه النسبة، هي نسبة عالية جدا. ولكن الآن القانون يقول إن لم يحصل الرئيس على 50% زائد واحد تعاد الانتخابات بعد أسبوعين. الآن ما هو التصور لهذه الإعادة؟ وهذا ما أود أن أختم به. كيف ترى هذه الجولة وحظوظ كل طرف، خصوصا وهذا المهم، أنت أشرت إلى سينان أوغان منذ قليل، لم يحدد بعد، يعني هو قال بأنه سيجري مشاورات ربما مع أنصاره مع القيادات معه، إلى أين سيتجه؟ الاحتمالات في هذه الحالة، يعني الفرضيات مفتوحة في هذه الحالة، أليس كذلك؟ كلامك صحيح، خاصة أن هذه الانتخابات تمت على مرحلتين مع بعض، مرحلة انتخاب أعضاء البرلمان ومرحلة انتخاب رئيس الجمهورية. طبيعي من تحت مرحلة انتخاب البرلمان وأعضاء البرلمان مرت بسلاسة وسهولة بسبب أن انتخابات رئاسة الجمهورية غطت على انتخابات البرلمان. لذلك الآن لم نجد، يعني يوم أمس لن نجد أي تعليق على اختيار أعضاء البرلمان، وكان كل الحديث يدور حول انتخاب رئيس الجمهورية. وأنا أعتقد كمتابع أن هذه لأول مرة تتم انتخابات رئاسة البرلمانية بدون أي عائق وبدون أي تنكيد وبدون أي شيء يعكر صفوة هذا النجاح الكبير الذي حققه حزب العدالة والتنمية في البرلمان، واستطاع أن يحقق أكثر من النصف الأغلبية. أما الآن الإعادة ستكون بعد أسبوعين. هل الآن تناقش في تركيا، وبدأوا الآن يناقشوا الآن نتائج هذه الانتخابات كيف ستنعكس على التحالفات. تحالف الجمهور ليس عنده مشكلة، كتلة صلبة استطاعت أن تحقق نجاح كبير، وخاصة وجود حزب الرفاه ابن رئيس وزراء تركيا السابق نجم الدين أربكان، وهذه كانت مفاجأة، حققت 2.5% واستطاع أن يدخل أعضاءه إلى البرلمان. إذن تحالف الجمهور ليس هناك أي إشكالية، لكن هناك الآن الكل يتحدث عن تفكك لتحالف الأمة، لأن تحالف الأمة لم يضيف إلى حزب الشعب الجمهوري أي إضافة، بل حزب الشعب الجمهوري هو الذي نقلهم للبرلمان. الكل يتحدث الآن بتركيا بهذا الشكل، هو الذي أدخل حزب داود أولو وأدخل حزب علي بابا جان وأدخل حزب السعادة، هو الذي نقلهم للبرلمان، ولم يستفيد حزب الشعب الجمهوري بأي شيء من هذا التحالف. هذا الآن بدأت مراجعة الحسابات. لذلك هذين الأسبوعين مهمين جدا، من طرف سيتم إعادة الحسابات مرة أخرى، هل التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطية الذي يدعم الأحزاب الحزب PKK هل سيبقى بهذا الشكل أم لا؟ كل هذه النقاط مهمة. نأتي إلى سينان. سينان صرح تصريح، قال أولا هو من الحركة القومية وانشق عنها وأسس هذا الحزب واستطاع أن يحصل على 5%، لكن هل هذه 5% لا أحد يستطيع بتركيا أن يقول أنها ستذهب إلى هنا أو هنا؟ لا يستطيع أن يخمن أحد أن سينان لو ظهر على التلفاز ونادى أعضاء الذين صوتوا له 5% وقال لهم صوتوا إلى هذا الطرف أو صوتوا لهذا الطرف، لا يمكن أن يتنبأ أحد بالنتيجة، لأنها هي ليست كتلة صلبة وإنما هي ردة فعل على بعض الأحزاب استطاع أن يجمع هذه الأصوات. فإذا هذه الأصوات سوف تنقسم بين تحالف الجمهور، بين الرئيس رجب طيب أردوغان وبين رئيس حزب الشعب الجمهوري سيد كليتشدار أولو. إذا هناك الآن حقيقة نحن هذه 5% سوف تنقسم، وليس هناك أي توجيه لهذه الكتلة كاملة إلى أي طرف من أطراف. لكن النقطة المهمة أن كثير من الناس وكثير من الأعضاء باختصار سيد المصري لو تكرمت باختصار شديد تفضل. باختصار هذه نقطة لأنها جدا مهمة. تحالف الأمة الآن بنى كل تطلعات الرأي واستطلاعات الرأي وكل حملة الانتخابية أنه سيفوز ب60% ويأخذ البرلمان ويأخذ رئاسة الجمهورية. الآن هذه البالون الذي تبين أنه فارغ تماما، الآن من سيذهب إلى الانتخابات ويصوت لهم مرة أخرى؟ إذن رجب طيب أردوغان سوف يأخذ أصوات من كلا الطرفين، ونعتقد نحن حسب المحللين
حسب كل المحللين في تركيا أن رجب طيب أردوغان سيحصل على 55 إلى 56% لسببين أساسيين، أن كتلة سنان الكتلة التي صوتت له هي ليست كتلة صلبة، وأيضا تحالف الأمة هناك تصدع كبير داخل هذا التحالف، وهناك يعني تهويل لحجمهم، وتبين أن حجمهم بالانتخابات لم يتجاوز جميعا 45%، سيذهب بعض الأصوات لهم، بل بعض التحليلات من لا يريد أن يصوت إلى طيب أردوغان سوف لن يذهب إلى الانتخابات، لذلك نسبة 88.8% لن نجدها في انتخاب الذي سنشاهده بعد أسبوعين. ولكن كل الآن الإجماع بشكل كامل لم يحصل أي طارئ في تركيا، كلها تشير إلى أن السيد رجب طيب أردوغان سوف يفوز بالجولة الثانية التي ستقام بعد أسبوعين. وهذا فعلا ما أشارت إليه كل الترجيحات بأنه سيفوز بأريحية، ولكن علينا أن ننتظر ونرى. السيد غزوان المصري الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر.